طالب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة. وخلال كلمة ألقاها بمنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، قال وزير الخارجية القطري أنه لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض، مضيفا أن التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل، معتبرا أن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوماً.